جاءت امرأة إلى نبي الله موسى عليه السلام فقالت: يا موسى، إنني امرأة لم ألد، عقيم، فادعوا الله عز وجل أن يرزقني الولد. وكان موسى يكلم ربه، فذهب موسى عليه السلام يدعو ربه عز وجل أن يرزقها الولد. فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى، إني كتبتها عقيما. فرجع موسى يخبر المرأة بهذا الخبر، أن الله عز وجل قد كتبك عقيما، يعني ما في فائدة. فذهبت المرأة ورجعت بعد زمن فقالت: يا موسى، ادعو ربك أن يرزقني الولد. فتعجب موسى وذهب يكلم ربه، فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى، إني قد كتبتها عقيما، يعني خلاص حكمت عليها بالعقم. فرجع موسى يخبر المرأة بهذا، فذهبت المرأة حزينة. وبعد سنة رجعت المرأة تحمل طفلا رضيعا. عجب موسى عليه السلام، قال: يا أمة الله، ما هذا الطفل؟ طفل من هذا؟ قالت: إنه ولدي. قال: ماذا؟ قالت: إنه ولدي. قال موسى عليه السلام: ألم يكتبك الله عقيما؟ قال: نعم، لكنني دعوته فإنه رحيم، وقلت: يا رحيم، ارزقني الولد، ورزقني الولد. فرجع موسى يكلم ربه، قال: يا رب، دعوتك فقلت لي أنك كتبتها عقيما، فكيف رزقتها الولد؟ قال الله عز وجل لموسى: كلما كتبتها عقيما قالت: يا رحيم. كتبتها عقيم وهي تقول يا رحيم، فسبقت رحمتي قدرتي ورزقتها الولد. لا تيأس من رحمة الله عز وجل. لا تقولي ما في فائدة، ولا تقل خلاص ما في شفاء، ولا تقل أنا سوف أموت فقيرا ولن أرزق أبدا. لا تقل هذه الكلمات، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إلجأ إلى الله، استعن بالله، استغث بالله، وكن فقيرا إلى الله جل وعلا وحده. إنه الله، الله جل وعلا. حتى النملة تمشي في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، تدب رجلها على هذه الصخرة فيسمعها الله جل وعلا. حتى النملة في تلك الصحراء تستغيث بالله أن ينزل المطر فيستجيب الله عز وجل لها. حتى السمكة في قاع البحر يرزقها الله جل وعلا. نحن كلنا فقراء إلى الله، كل شيء في الكون يسبح الله، فلما لا نكون فقراء إلى الله؟ اجعل قلبك دوما مفتقرا إلى الله. ماذا تحتاج؟ تحتاجين الولد؟ افتقر إلى الله. تحتاج الطعام والشراب؟ افتقر إلى الله. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. افتقر والجأ إلى الله، فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.